مصدر مسؤول في القوات اللبنانية رد على كلام باسيل وتسميته دكتور جعجع بمحمد جعجع والنائب قباني بسمير قباني قائلا: كم هي مخجلة ساعات تفجر العجز والفشل والفساد العوني غضبا، فهي تدفع من اختزلوا تيارهم بشخصهم واستوزروا بعد انتكاس نيابي، تدفعهم إلى النطق بصدق مكنونات نفوسهم، ليطلق وزير لا طاقة جبران باسيل اسم محمد على الدكتور سمير جعجع واسم سمير على النائب محمد قباني، وهو في معرض تحقير الرجلين زادهما كبرا على كبر بنسب الحكيم إلى نبي الإسلام محمد والنائب قباني إلى الحكيم. وتبع المصدر القواتي: لكن جهل المدعو باسيل ومحاولته التحقيرية تلك أوقعته في فخ توجيه الإهانة في العمق إلى أبرز حلفائه وهم أيضا مسلمون، ولا غرابة في ذلك، فهو ومن يعلوه كان يحاول إقناع المسيحيين بورقة التفاهم على أنها قد تحميهم من شر هؤلاء. بئس هذا الزمن حين تتطاول الأقزام على الرموز الدينية وعلى الكبار.